ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. النهارده التحدي قوي جدا ما بيني وتوتة. النهارده يوم كامل في الغرفه، بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم اي فيديو جديد نعمله. يلا بينا نبدا. دي بدات كل واحد يجيب الحاجات اللي هو يحتاجها في دقيقه. شفتي تبدات ايه؟ هتاخدي ايه فيه؟ ماشي ماشي اوكي. مشوف جنبها جبت ايه؟ بسرعة الدقيقة قربت تخلص. عايزة ايه؟ انت عايزة ايه من التلاجة؟ انا مش هساعد حد، انا مش هساعد حد يعني اللي ماشي اوكي. ده تحدي يعني ما تفكرهوش، خلاها عشان انت تكسب وتخسر. ده تنافس، ما تفكرهاش بحاجه، ما تفكرهاش. انت تعملي ايه يا جنى؟ ها تملي ميه؟ ما هي ما ازازه ميه. طب والاكل بقى؟ انت واخدة مية كل المية دي؟ استنى لا وما تنسيش كمان تحدي بدون انترنت يعني. ما انا لسه هنقول على الشروط دلوقتي، لسه هنقول على الشروط. لا ممنوع، مفيش تابلت، مفيش تليفون. ممنوع، ممنوع التابلت، ممنوع التليفون، ممنوع حد يخرج عشان يشرب، ممنوع حد يخرج عشان يروح الحمام، يبقى كده خسران. قبل التحدي من ناحيتنا بسبب التحدي. انت خدت ايه يا توتة بقى؟ خدت مانجا. ها خدت موز. ماشي اوكي. انا ما جبتش شيبس كتير عشان عنده الجرثومه وما ينفعش اكل اصلا. الدكتور اصلا محذرك تاكل الشيبس. بس قلت اكل شيبس. اه فرصه في التحدي. وميه وكاس وبيبسي. اوكي وبس. وبيبسي. وده والاكل بقى ماما عامله لنا محشي. انا عامله لهم محشي، هبقى اجيب لكم كل واحده طبق. اوكي ما اشوف جنى بقى راحت الحمام، شوف هي خدت ايه. لا بصي ودي حاجتك وديها. ايوه اوعي توقعي الكاس ده قطعك. انا جت يا جماعه. يلا خدتي ايه؟ خدت ميه. ها وبيبسي وميه وكوبايه. كل ده وبيبسي. ها ما خدتيش موز ليه؟ ماشي اوكي. يلا خدي حاجتك بقى بالراحه وديها. كل واحد يحط حاجته كده جنب سريره ويظبط نفسه كده. يا جماعه بدا التحدي. ممنوع الخروج، ممنوع التليفون، ممنوع كل حاجه، ممنوع. اللي هيخرج من باب الاوضه لاي سبب خلاص يبقى كده خسران التحدي. واللي هيفضل لاخر اليوم ايه؟ ناقص ممنوع الاكل. لا الاكل عادي، ما كل واحد خد اكله عشان كده هتقضوا لحد اخر اليوم. هتتكوا ميه. انتوا نسيتوا حاجه وانا مش هقولكم عليها. ايه؟ السكينه. صح السكينه والطبق بقى اللي هتقطعوا بيه. طب وهنغسل ايدينا ازاي؟ لا والمناديل نسوا السكينه ونسوا المناديل. شكلنا مش هناكل مانجا. خلاص اقعدوا بقى اتفرجوا عليه عادي. انا كنت عارفه على فكره وانتوا في المطبخ بتجيبوا الحاجات ما رضيتش اقول. المناديل قدامكم ومرضيه والسكينه والطبق. عادي المناديل في الاوضه. عندكم كده مناديل في الاوضه؟ طيب كويس. طب هتاكلوها ازاي؟ هتاكلوا المانجا دي ازاي؟ لا بص انا عندي فكره. عضناها كده. عضناها ماشي ونقعد نقشرها. انت حره. فكره حلوه. انا حره مش ده. طب هتمسحي ايدك في ايه؟ في مناديل؟ ماشي اوكي. بص هستأذن تلاتة. لا ما ينفعش ولا 10 ولا 20. اول ما تخرجي من باب الاوضه يبقى كده خلاص، يبقى انت خسرتي التحدي. ماشي ماشي. يلا بتضلوا بقى قاعدين في ملل كده. ايه الملل ده؟ هتقعدوا 24 ساعة قدامكم لسه اليوم طويل. انا حاطه لكم هنا الكاميرا تصوركم بقى بالستاند وانا هطلع بره اشوف حالي وارجع لكم تاني. والله ما ابدا ما يحصل ابدا، اقسم بالله ابدا. لا مش هساعدكم في اي حاجه. انا اصلا كنت عارفه ما رضيتش اقول لكم ارخيمه عشان بقى ايه يبقى تحدي صعب. انا عادي بالنسبه لي، انا زي ما انا قلت لكم كده اروح عضها ببقي واقشرها. ماما بقى نعم. والله ابدا ما يحصلش. ماما بقى ما تجيبليش السكين. ما
ماشي اوكي. توتا بتصلي وقتها بالشيبسي والدكتور منع عن الشيبسي يا جماعه، وبصوا ما فيش فايده برضو، جايبه شيبسي وجايبه بيبسي واحنا قايلين بلاش الحاجات دي. وانت بس النهارده كده بس يا توتا، يعني قدامك شهر قبل ما تجيبي الحاجات دي. كل مره نقول اخر مره هتكسر الكاس. هكسرك والله، ده مطلعين الكاس ده من النيش. ما تفكروا في اي حاجه تسلوا وقتكم، لان لسه اليوم طويل زي ما انا قلت لكم. بصوا يا جماعه، هسيبهم شويه بقى اشوفهم هيعملوا ايه وهرجع لكم تاني. انا رايحه اشوف بقى المحشي اللي انا حطاه على البوتاجاز. طيب المحشي لسه مش دلوقتي، ده على الغدا. لسه انتوا جعانين؟ احنا فطرنا خلاص. ماشي ايه، ما تيجوا تاكلونا. ما جبتوش سندوتشات ليه؟ ممنوع بقى، مش هجيب لكم اكل دلوقتي. مش هجيب لكم انا اكل دلوقتي. احنا جايبين حاجات تافهه اصلا. اه، وما جبتوش اهم حاجه، ما جبتوش الاكل، ما جبتوش سندوتشات، ما طلعتوش حاجات من الثلاجه تعملوها سندوتشات. خلاص كده التحدي كده هيبقى حلو قوي. هسيبكم جعانين علشان ايه بقى اللي الجوع يقرص عليه، اللي الجوع يقرص عليه يطلع بقى على المطبخ عشان يدور على حاجه ياكل. لا فكره، انا هتفق مع جنب ماما بقى كده سنتين. لا مش هنبص يطلع بره يجيب. لا بس ايه، انا وهي نطلع مع بعض. انتوا هتطلعوا مع بعض، يبقوا انتوا خسرانين بقى. ما ينفعش. هتوافقي يا جنة؟ ازاي ما ينفعش، هيبقوا انتوا الاثنين خسرانين. خلاص جنة تطلع تجي وتطلعي انت عشان تخسري. انت تضحك عليها جنة، مش عبيطه عشان تضحك عليها. جنة انا عندي فكره، تعالي نطلع انا وانت مع بعض الاثنين. بس انت ايه، احنا لسه بنقول يا هادي في التحدي. لا تخسروا كده من اول دقيقه، اخسى عليكم. طلعي انت الاول. انا مش عايزه. عجبك القلب؟ نامي شويه. فكروا في لعبه، اقولكوا على لعبة حلوة تلعبوها تسلوا وقتكم بدل ما انتوا فين. ماشي هفكر كده واروح ابص بس على المحشي وارجع لكم تاني. يلا بشوف هتعملوا ايه. انا مليت تعيش في اي حاجة بنلعب بيها. نشوف الدرون في كرة اهي بتاعت احمد. اه تعالي العب بيها. يلا نعمل كده، هي ايه اصلا؟ أوه. العداد ده بتاع احمد؟ لا انا لا مش عايز. طب ده احمد العبي تحولي لطفلة تاني. على فكرة يا توتا اصلا انت كده لازم يكون في منافسة، يعني خليكي خبيثة كده ما تقولهاش على حاجة عشان تمل وتمشي، وهي نفس الكريم عشان يبقى في تحدي قوي كده ما بينكم. ما تقولهاش العبي معايا، خلاها انت تحس عشان هي تحس بالملل. بس جنة قاعدة مملة صح؟ قاعدة مملة صح؟ ايه بيسي والله تتحقق تحمل يا سيدي، بتتفرج على الصور. رسوم له بقى زي ما كانوا، ما تلغبطوهمش عشان هيقوم. بصي احمد كان نفسه والله يعمل التحدي ده معاك، كان هو اكتر واحد هيتسلى. ليه مع البيت؟ مش ليه مع السيدي؟ حطي له حاجته ورجعها زي ما كان. وانت يا جنة مش ناوية تعملي اي حاجة، قاعدة كده مع نفسك اعملي اي حاجة. اه تعالي نلعب تحدي. اقولك على حاجة حلوة يا بنتي يا جنة. يا جنة القصص اللي انا كنت جايبالكوا هدية،
انا ممكن اجيبها لكم دلوقتي، هي اصلا هنا في الاوضه، فانا هجيبها لكم وانت بصي عليها بصه كده هتعجبك والله العظيم. ادوم يا جماعه انا مش عايزه ماما. لا ماما هتجيب القصص دي لهدف اللي هي دينيه. ايوه عشان تتعلموا منها حاجات كتير. جيب لنا السكينه. لا السكينه لا، انا ممكن اجيب لكم القصص. قصص بصوا يا جماعه اوريكم القصص دلوقتي. انا رحت يا جماعه جبت لهم القصص. القصص اهي دي تحكي عن السيره النبويه، عن النبي عليه الصلاه والسلام منذ الميلاد حتى الوفاه، منذ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لحد وفاته، بس ايه بطريقه مبسطه للاطفال. يعني دي اول حاجه اهي، هي سلسله وفيها صور كمان. بصي يا جنه تعالي توتا افتحيها ساعدينا عشان بصور اهو. فيها قصص كده للاطفال جميله، عباره عن قصه بس قصه النبي عليه الصلاه والسلام. 30 جزء. هما دول 30 جزء. ده الجزء الاول بيحكي بقى قبل الميلاد وبعد كده ميلاد النبي والغزوات، وفيها حاجات كتيره جدا بطريقه مبسطه للاطفال. اه اهي 30 يا انا مش عارفه هما كام جزء، انا ما عدتهمش. انا كنت جايبها لكم يا جنه انت وتوت عشان تتعلموا منها حاجات حلوه، فانتوا استغلوا الوقت ده وقعدوا اقراوا فيه. استغلوا الوقت مش في القراءه، بنستغلوا يعني التحدي قبل التحدي، بنستغلوا نتفرج على التلفزيون. طب ما تقراوا دلوقتي. ماشي تذكري يا عيني، المذاكره مقطعه بعدها. انت بتروحي الدرس وتيجي ترمي الكتب مش عارفه مكانها فين، تيجي الحصه اللي بعدها تدور على مكان الكتاب عادي. يعني فاشله جنة، فاشله وتوتا افشل منها الحمد لله. توتا في سنه سته ولسه ما فتحتش ولا كتاب ولا راحت الدروس ولا عملت اي حاجه في حياتها. لسه كده اذاكر من دلوقتي. اول يوم مدرسه. شاطره انت كده، اول يوم مدرسه زي كل سنه. لو بداتي بدري يعني هتخلص المنهج بسرعه. بكره ان شاء الله. لا ده بقى لنا 3 سنين نقول هنبدا من بكره، مش عارفه بكره ده مش راضي يجي. المدارس خلصنا بقى لها 3 سنين. من ساعه الكورونا ما فتحتش كتاب. ايه صح ولا لا؟ حرام عليك. ايوه من ساعه الكورونا ما فتحتش. انت مخك صدى يا طب. لا قولي على حاجه، قولي بقى ما بتعرفش تقرا. انا حاسه ان انت خلاص نسيت القراءة. هشوف شويه صغيرين. انت مقضيها اكل يا توتا في ايه؟ لا يا اصلا بحب الحاجات دي اكتر من الاكل كمان. انتوا يا جماعه ما بتاكلش، بتفضل تاكل تشرب. انا باكلش. عايز تشرب بيبسي وتاكل شيبسي بس، وكده غلط. ما بنصحش اي حد بالاكل ده. انت ما فطرتيش على فكره، وكده غلط. اللي انت بتعمليه ده غلط. ما جوعتيش؟ مش حاسه ان انت جعانه؟ لا طبعا نفسك هتتسد من الحاجات اللي انت عماله تاكليها. وانت جنة بتعملي ايه؟ شوفي لك حاجه تكسر الملل اللي انت فيه ده. شوفي لك حاجه تكسره. ممله يعني عشان قاعده بتذاكر. بتذاكر ايه؟ بتذاكر ايه ده سويت الملل زمان؟ انا بص بقى يا ماما. وانت يا جنة مش ناوي تاكل حاجه؟ لا اصل جنة بخيله يا جماعه على نفسك والله. بهزر. بص هتاكلي المانجا دي لا جايبه 2 وما جابتش سكينه، جايبه مانجتين قد دماغها. لا الحمد لله انا جايبه واحده. قنوعه عشان برضو احافظ على نفسي ما يجيليش املاح. شاطره برافو. يلا هاتي. ما تشربيش كتير عشان لما ناكل نتمشى. مالكيش دعوه. مالكيش دعوه خلاص انا هاخد ازازه. بروح يا جنة بروح. يا نهار ابيض صحيت من النوم. روحي صحيت من النوم. عملنا التحدي يا عيني، كان عايز يعمل التحدي معانا. نام نام بنهزر. ايه بعت ليه؟ يلا يلا اقعد، احنا لسه بادئين التحدي. يلا بس بس روح نام في اوضتك. طيب انت ايه اللي جايب؟ ايه اللي صحاك يا احمد؟ روحي يا حبيبي نام في الغرفه بتاعتك. خدي في حضنك يا كده وطبطبي عليك. تعالى يا حبيبي تعالى. هتطلع ماشي دايتين احمد دايتين. يلا محدش ناوي يخرج بقى. انا بصراحه انا مليت، انا زهقت. انت حره.
حد... نخرج انتي. خلاص ماشي انا هخرج بقى. وايه اعملنا بقى الاكل المحشي؟ الاكل خلاص طول. أيوة على وشك ماشي. يعني هتفطروا وتتغدوا على طول؟ اه مش هجيب لكم اكل. لا هجيب لكم. لا مش هجيب لكم. يعني عايز ياكل غدنا؟ لا مش هغدي. تغدي ولادك؟ لا ماشي. مش عايزين عشان اللي يجوع. بص عشان اللي يجوع بقى والجوع يقرص عليه وعلى بطنه كده يطلع عشان يخسر التحدي. أصلا التحدي بقى هيطول كده. مع السلامة. تصبح على خير. انا صحيت اهو والله. لحد لسه صحيت في بينتهم. انا اروح ابص على احمد وابقى ارجع لكم بقى تاني. الجماعة نامت وجنة قاعدة مملة. اعمل ايه؟ احمد جه. احمد جه حياتي تعال ماشي. مش عايز صحيت من النوم؟ مين اللي صحوه؟ صحيت لوحدك؟ ماشي بصيلي. طيب انت عسل يا طب اقعد. طيب لحسن تقع. بص بقى بص الهبل بقى. الهبل اشتغل. الهبل اشتغل. يلا مش حد ناوي يخسر ولا ايه؟ كده ما ينفعش. عادي القعده في الاوضه حلوه بس شايفه لنا مروحه. لا ما مليتوش؟ ما حسيتوش بالملل؟ بعدين بقالكوا كتير جدا. يعني احنا كل شويه كده بدخل اصورهم شويه بس هما بقالهم فتره كبيره. ده المغرب قرب يقز. والله يا جماعه جنة هتخسر وانا هديها برضو 250 جنيه. ليه كده؟ هتديها النص؟ تعبت يعني تتعب اخر ما تكسبش اديها. طيبه قوي يا توت. وانت لو كسبتي؟ انا لو كسبت مش هضحك. بس هي بتحبك قد ايه يا سيدي؟ جنة دي واحده شريره. ممكن لو انا كسبت ممكن اديته الفلوس كلها مش هسيبه ولا معايا حاجه. هيعملوا بقى ايه؟ والله انت عسل يا مش عارف هيعملوا بقى ايه بقى. طب بصيلي هنا. طيب مش عايز. مش عايز ماشي سيبه. مش عايز انت. احنا ما بنعملش التحدي على طول. لا معاك في التحدي. ايه ده؟ حسب الكوبايه تتكسر. يا جماعه احمد معانا في التحدي. يعني انت هتخش التحدي؟ انا لا. احمد هيخش التحدي طبعا. ليه ما اخش؟ ليه ما تخش؟ بصي طب هتفضل قاعد لحد 3 4 ساعات؟ قاعد لحد كتير؟ لحد بالليل؟ لحد بالليل خالص. هتفضل قاعد مش يعني مش تخرج خالص؟ ما تخرجش بره الاوضه خالص. هنفضل قاعدين بالليل وننام بقى ونصحى الصبح كل التحدي كده 24 ساعه بالظبط. ماشي بس لو خرجت يبقى انت كده خسران. ولا انت تخرج علشان تشرب ولا عشان تعمل الكره بتاعتك ايه؟ ولا عشان تغسل ايه؟ ايه ده هو؟ اوعى ايه دي؟ لا هي بتاعتي. يا جماعه احنا خرجنا الحوض بتاعها وفس. لا هي اللي فصلت لوحدها. هاتي اديها له. اديها له. اديها له. هتوقعي الحاجات دي. بابا بينادي علي لو خرجت بره الاوضه يبقى كده انت خسران. هتخرج؟ طلعت احمد لا 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 قالوا يا بابا انا مش هخرج. انا بس انا ما صورتش. هو قال لي بابا انا مش هينفع اخرج علشان يا رب ينادي عليك يا توت عشان تتلي تخسري. هقول له يا بابا ما ينفعش اطلع من التحدي. زي احمد. احمد يا جماعه بابا نادى عليه قال له بابا انا ما ينفعش اخرج عشان كده اخسر التحدي. شاطر يا احمد بيفكر. بصوا يلا عشان تصلوا ما هتفضلوا قاعدين من غير الصلاه. طب نعمل لك ايه؟ مش انت مش عايزه تخرجنا؟ خلاص هفكر في حاجه. المفروض نضرب احمد بالكوره. خلي بابا ينفخ. شيل 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 عيني. بس اقعد مكانك بقى. هتفضلوا قاعدين كده؟ خليكوا كده قاعدين قاعدة مملة عبال ما انا بقى اللي هخرج وجاي. لا ماما يا جماعة دخلت اهو جنة قاعدة واحمد
بص يا احمد، دي فلوس التحدي، ال 500 جنيه اهو ماشي. وتوتا اكلت المانجايه ازاي؟ يا نهار ابيض، اكلتها كده من غير سكينه ولا معلقه ولا اي حاجه. وانت يا جنى ما اكلتيش ليه؟ عشان عشان مفيش سكينه. شاطره جنى، جنى اتيكيت. بما ان بقى الجو ليل ومفيش حد راضي ينسحب، فخلاص ايه رايكم اقسم عليكم الفلوس؟ مين اللي موافق؟ انا. طبعا هتوافقوا كلكم بعد العذاب اللي انتوا شفتوه. بصوا يا جماعه، احمد جه في نص التحدي بصراحه، فاحنا عشان كده هنديله 100 جنيه. خد انت 200 وجنى 200. خد يا احمد، اقول لكم حاجه، انا هاخدهم كلهم. لا خلاص بقى، قسموهم انت واخواتك خلاص كده ماشي. كل احمد هياخد 100 وتوتا تاخد 200. لا يا حبيبتي، انت اديها 200 وانا هاخد 300. لا اديها زيك يا جنى. يلا وكده بقى، عايزين نقول لكم في نهايه الفيديو، عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا بالقناه عشان يوصل لكم اي فيديو جديد هنعمله. مع السلامه. دي كانت اتغيرت وظبطت نفسها. ماشي، يلا مع السلامه.